بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من أهل الإحسان على أساس إيمان وفي إطار الإسلام. آمين يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعما نواله وعظم سلطانه. يقول ربي قل، مخاطبا حبه الأول عليه السلام وهو قائدنا الأعظم بالتمام والكمال، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال؟ ما تحبوش يقولوا لكم أشكم شيخ الله وأنتم الرابحين واعتبروا خاسرين، يكلموا الآية وتلقوا روحكم في الطريق الصحيح. قال هذا الأخوانجية ما يجي منها إلا الشر والبلية، وأنتم أعداء الرحمن ما يجيكم كالنعمة تمتع بدون نهاية في الأرض ولا في السماء. نهايتكم كارثية، لأنكم يعني أنتم وزاري persister ici que vous êtes des coffres, des infidèles, des païens, des salauds et des salauds et fiefs menteurs et orgueilleux.